سريب فيديو لفاطمة الأنصاري تضحك فيه كالراقصات، ويعقوب بوشهري يرد بطريقة صادمة. أول شيء وقبل كل شيء، يعني هو في كلام في خاطري ودي أقوله، وهذا الكلام من أعماق 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 قلبي، وما أعرف إذا يوصل ولا ما يوصل. لا يزال اسم الناشط الكويتي يعقوب بشهري وطليقته خبيرة التجميل السعودية فاطمة الأنصاري حديث الناس، حيث تم تسريب فيديو لخبيرة التجميل وهي ترقص وتضحك بطريقة فاضحة، مما أغضب الجمهور السعودي. مشاكل ترى أقول لهم إنكم قاربت فاملي، يعني إحنا قاربت فاملي. بنت السواق قال كذا إحنا. في الوقت عينه اعتبر رواد السوشيال ميديا أن يعقوب كان مخشوشا بفاطمة الأنصاري وشكلها قبل عمليات التجميل، خصوصا أن البعض علق أن بشرة بيت الأنصاري كانت سوداء وخضعوا للعديد من العمليات حتى يصبحن بيض. حيث قال بعض المتابعين قبل الفلاتر ايه تشيلون الفلاتر، غش والله طلعنا سود وشهب. وأيضا أضاف البعض بدون فلتر استغفر الله كيف يعقوب يشوفها. في الوقت عينه نشر يعقوب بشهري فيديو قال فيه أن المعلومة وصلته، مضيفا خليك في الصدق أحسن، مضيفا خليك في الصدق أجمل. شلونكم؟ قاعد من نوم صرت تويتر يبغى ليت، والله العظيم ليت 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 ليت. ها انا ليش صرت فلتر؟ شو من كثر بعدين لا يكون انا جميله الجميلات. شكو ريال ليش صرت فلتر؟ قول البنات يصورون فلتر مرات تكون محاطه ميك اب، طلعت لها ما ادري شنو هني، طلعت لها ما ادري شنو هني، بنات حساسيه بس واكم صبيان حطوا فلتر. البنات البنيه هي اساسا من هذا شغلها الجمال والتميلح صبعي؟ فعلا ترى في ناس ما يقدر يصور بدون فلتر، خلاص هو نفسه يعني لازم فلتر. زين بالصدق راح يشوفونك كوع، ليش؟ مو شيء، بالعكس خليك بالصدق احلى.